الطبيه بيخش على الخط بقى ناس تانية عايزين اي مصيبه يشبعوا فيها لطم احيانا، رغم ان احنا كتير مما تم اعلانه عن صفقات زي راس الحكمه كنا فاهمين معلومات ومع الاعلان الرسمي ما كانش حد متوقع السعر ولا الاليه ولا الكيفيه. فبرضو ايه اللي حضرتك تقوله للمواطن فيما يتعلق بهذه الاجزاء او الصفقات القادمه؟ عليك ان تعرف المعلومات من مصادرها الرئيسيه والاساسيه. بالفعل للاسف الشديد طبعا مواقع التواصل الاجتماعي بها مواد كثيره غير صحيحه وغير صادقه لانها بتخرج عن غير متخصصين، ويتسرع بعض شبابنا ويشيروها ويزداد تناقلها على نحو قد يحدث بعض البلبله. لكن حينما يقوم المسؤول التنفيذي الكبير بنفسه بتوضيح الأمر كما فعل الدكتور مصطفى مدبولي حين أوضح تفاصيل الصفقة وعوائدها ومزاياها للاقتصاد المصري والأدلة اليقينية على ذلك، بدون شك أحدثت بهجة كبيرة وسعادة داخل الشارع المصري وترقبا، لأن الدول التي تقدمت تقدما كبيرا من حولنا كان جزءا من نجاحها وتقدمها وازدهارها قائم على الاستثمارات المباشرة التي تم ضخها إليها، قائم على الاستثمارات، على النجاح في عوائد هذه الاستثمارات بالنسبة للمستثمر وبالنسبة للدولة أيضا، وهو أمر من شأنه جذب المزيد والمزيد من الاستثمارات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدول المختلفة عفوا ونحن منها جراء هذه الظروف. كان من الضرورة بمكان التفكير بشكل مغاير، التفكير بشكل يعني جني ثمار ما عناه المواطن المصري جراء ظروف الإصلاح الاقتصادي اللي كلنا شاركنا فيها، ونجحت مسألة جهود الإصلاح الاقتصادي، وبالفعل كانت سندا قويا لنا في عدم انهيار الاقتصاد المصري أثناء جائحة كورونا، ونجحت مصر في أن تحقق نجاحا في معدلات إيجابية لأداء الاقتصاد المصري في الوقت الذي جاء معدلات النمو سلبية في كثير من دول العالم. استطعنا أن احنا نتجاوز هذه الأزمة، استطعنا أيضا أن نعبر جزءا من الآثار السلبية القوية للحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على اقتصاديات العالم أجمع. طبعا بدون شك الحرب في غزة مأثرة علينا تأثير كبير، لكن في ظل هذه الأجواء تراءى لنا أن اللي طبعا شفنا كلنا الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وبدأ يلحق أضرارا كبيرة بارتفاع أسعار السلع والمنتجات، لكن جاءت هذه الخطوة الفاعلة والقوية والمفاجئة بصورة كبيرة ليكون لها تأثيرها السريع انخفاض الدولار في السوق الموازية انخفاضا كبيرا، انخفاض أسعار الذهب بصورة كبيرة جدا. تلاحظ لنا قوة كبيرة لقوة الجنيه المصري. طبعا الخطوات مستمرة والفرص الاستثمارية كثيرة ومتعددة ومتاحة، والدكتور مصطفى مدبولي قال إن لدينا مشروعات استثمارية من العيار الثقيل سيتم كشف النقاب عنها. بالفعل نحن على ثقة ويقين من أن هذا الأمر سيتحقق، وأن الدكتور مصطفى مدبولي وعد فأوفى من ذي قبل، وبالفعل لدينا فرصا استثمارية ونتوقع ونترقب المزيد منها في الفترة القريبة القادمة. هو أشار في المؤتمر الصحفي كمان إلا أن الفترة القادمة ستحمل معالم لتغيير المسار كمان، هو يمكن أشار في آخر تصريحاته في المؤتمر الصحفي المتعلق برأس الحكمة وكده. صحيح. فإيه رؤية حضرتك لتعظيم الجوانب المتعلقة بالاستثمار في الفترة القادمة، وآليات اللي ممكن نحسن نفسنا منها في الفترة القادمة؟ وبرضه هسأل حضرتك نفس السؤال. هو بدون شك طبعا هذه العوائد ستكون عوائد كبيرة من العملة الصعبة ومتواصلة على مدى السنوات القادمة، لأن جزءا من الاتفاق أن يكون هناك عوائد على مدى السنوات القادمة، وده بيمثل عائد ممتاز بالنسبة للاقتصاد القومي، سيساهم أيضا في سداد ديون مصر، سيساهم في عدم البحث عن
اقتراض جديد، لان طبعا داخلين عايزين من العملات الحرة جراء هذه المشروعات، ولدينا فرص أخرى كثيرة متعددة في مجالات كثيرة، لدينا فرص واعدة ما زالت في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي منطقة جاذبة جدا للاستثمار، وما زالت في انتظار استثمارات كثيرة، شواطئنا الكثيرة ومتعددة بها أماكن كثيرة لم تستثمر بعد حتى الآن. مسألة تخارج الدولة في ضوء وثيقة الدولة، هذا أيضا يتيح فرصا كبيرة للاستثمار، سواء الاستثمار الداخلي أو الاستثمار الخارجي أو الاستثمارات أو رغيب الاستثمار من دول العالم أو الشركات الكبرى وكذلك أشقائنا العرب. لكن دعني أقول لك، علينا أن نعترف أن قوة العلاقات السياسية الاستراتيجية بين مصر وعدد كبير من دول العالم لعبت وستلعب دورا في نجاح هذه المشروعات وجذب الاستثمارات. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى مدى سنوات حكمه، شهدت هذه الفترة قوة كبيرة وزخما غير مسبوق في مسيرة العلاقات المصرية العربية، العلاقات المصرية الدولية. هذه الأمور إلى جانب تحقيق الأمن والأمان والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية لجذب أي استثمار. بالطبع. الأمر الثاني، الثقة الكبيرة في قوة الاقتصاد المصري في المناخ، الثقة في التشريعات المصرية، اللوائح المنظمة، كل هذه الأمور ولسه محتاجين نشتغل شوية أكثر تمثل جذبا كبيرا. لكن كل فترة بدون شك الدراسات لا تتوقف، المقترحات البناءة لا تتوقف، الجهود لا تتوقف عن تنمية الاقتصاد المصري، بنية تحتية جاذبة لكل الاستثمارات على نحو يضاهي دول العالم الكبرى، موانئ غير مسبوقة في أي مكان في ظل شواطئنا الكثيرة والمتعددة، والموانئ تم تطويرها تطويرا كبيرا وإنشاء موانئ جديدة، تطوير المطارات وزيادة كبيرة أيضا في أعداد المطارات، الطرق، الشوارع، الميادين، الفنادق، يعني بدون شك نقلة كبيرة جدا تعيشها مصر. لكننا ننتظر المزيد والمزيد من جذب هذه الاستثمارات، والتي سيكون لها عائدها المباشر على المواطن وعلى رجل الشارع وعلى تخفيض الأسعار وعلى توفير المزيد من الخدمات لصالح المواطن. جميل جدا. في سؤال الناس بتقول طب ليه ما نعملش كده في الصناعة؟ يعني مش انت مستثمر عايز تيجي تخد يلا عم الأرض اهي